أخبار اليوم. أكيد شفتوا آيس إيج على الشاشة. دلوقتي ممكن تشوفوه لايف. لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، أكبر عرض تزحلق على الجليد في العالم. هو دعم معنوي، يعني احنا مش عايزين نكلف الحكومه والوزراء اي حاجه زياده من غير مفعول، لكن هو دعم معنوي من مدير السياحه وهيئه الاستثمار ووزير الاستثمار. عملتوا كونكشن مع المكاتب السياحيه الدوليه ان هي تعمل ترويج للحدث ده؟ يعني بص، احنا ترويج الموضوع ده جه من خلال ان احنا سافرنا لاحد وكان عرض جمع المصريين كلهم تاني على ابتسامة والحاجات اللي بعد توقف كتير في كام سنة فاتوا بتعاونوا معنا في دول الجوار وفي مصر، وفعلا موجودة مع عروض زي المغربية ولاين كينج وعروض زي ايس ايج اللي هي أكبر شركة إنتاج في العالم اسمها ستيج انترتينمنت وفوكس سيج. فالحاجات دي لما بتيجي من خلال الناس بتخش السوق وبتجرب وبتبقى عايزة تستمر بعروض كبيرة أخرى. دي مش عرض اطفال بس، ده مشاريع اقتصاديه ويعتبر مش اقتصادي سياحي من الدرجه الاولى، لان تكاليف انتاجه ضخمه جدا، وتكاليف انت تجيبيه تعرضيه هنا في مصر وتعملي كميه التجهيزات اللي فيها من دخول الكونتينرز والمعدات والتجهيزات اللي انت بتعمليها عشان دخول الحروب وعدد الناس، دي حاجات ضخمه. ودايما بتتفاوت عروض من عروض ميزانيتها قليله لعروض ضخمه جدا، ده من العروض اللي هي ميزانيتها فعلا ضخمه، لان انتاجها حصل من اكبر منتجين وناس انتجت حاجات قويه جدا زي لاين كينج وزي سيرك دو سوليه وزي العروض اللي هي الترفيهيه بتحصل لكل العالم بيسافرها بيحضر العروض دي. العروض دي كلها خلاص جايه هنا مصر، جايه بتورنج برودكشن هيقعد 8 ايام. ده 16 كونتينر من معدات، ومن المعدات بتعرف يعني حاجه 16 كونتينر جاي كله معدات وجاي كله اجهزه عشان تخدم العرض ده. ف حاجه زي كده بنعتبرها مش اقتصادي وسياحي ضخم، لان هو ده لو ان شاء الله اتعمل على خير ونجح بيبقى بيدي رساله ان مصر بقت فيها امن واستقرار. العروض دي لما بتيجي وبتنجح وبتتعرض بتيجي بقى بتبقى معاك، يعني بتيجي بتقول رساله ان البلد ان شاء الله خير ومستقره وامنه وقادره على تنظيم هذه العروض وقادره على ان هي تستضيف هذه العروض، لان جهات كتير بتشتغل، فنادق بتشتغل، مطارات بتشتغل، ناس بطريقه مباشره او غير مباشره من شراكاتنا في المطابع والمطابع وحملات التسويق والحاجات دي كلها بتشتغل معانا، ويحصل حراك اقتصادي يعني مهم في فتره. يمكن احنا ممكن اسال على ايه الصعوبات اللي واجهتكم عشان تجيبوا العروض دي مصر او انها تبقى تنزل مصر؟ مفيش صعوبات، هو في دايما بيبقى دايما في حاجات الشكل التقليدي بتاعها مع حاجه ضخمه جدا بالمنظر ده ما ينفعش ان هي تبقى يعني حاجه تتعاملي معاها ان هي حاجه تقليديه، يعني بروتين معين. فهي كل موضوع كله بيبقى زي بقى في مذكرات تفاهم ما بينك وما بين الجهات الحكوميه اللي انت بتشتغل معاها، والناس كلها بتبقى متعاونه ان هي تبقى بتسرع الموضوع عشان يقدر يطلع كونتينرز وعشان الامن يقدر يعمل حاجه زي كده وعشان العروض تحصل بشكل يليق باسم البلد. فبالتالي هي ما تقدرش عليها صعوبات على قد ما هي بيبقى دايما مذكره تفاهم او طريقه لازم الناس القطاع الخاص يشتغل بيها مع القطاع الحكومي ويشارك عمل وفرقه واحده في ان هم يطلعوا وينجحوا الموضوع ده بالشكل اللي يليق بالبلد. يعني العرض قوته في ان هو عرض ضخم، والميزه بتاعته ان هو تلاقي بيعرف في الشرق الاوسط لاول مره، هيعدي على مصر اول بلد تصور في الشرق الاوسط من 3 فبراير ل 10 فبراير، ودي عارفه الوقت ده حاجه بتتزامن مع معدلات نص السنه، فبس نص السنه دي يعني يا رب العروض اللي هي بتاعت التزحلق الخليج لما جت في التسعينات كانت استضافت 50,000 واحد مصري حضروا، وبالتالي محتاجين عايزين الناس كلها تروح. عاملين التيكتس مبالغ؟ عاملينها بطريقه متفاوته ان هي تخدم كل فئات المجتمع، من اول 75 جنيه لغايه 500 جنيه و1000 جنيه كمان على فبالتالي هي بتخدم كافة الشرائح،
وبتخلي وعشان ندي اكبر فرصه لعدد ممكن من الناس اللي يختارها ويستمتع بها اللي هي مش عارف تشوفها غير بره مصر. فبالتالي العروض دي جايب كل انتاجها وكل معدلاتها دي في مصر. ممكن اسالك عن الخطه المستقبليه ليكوا غير موضوع عزائيش؟ خطه مستقبليه ان احنا هنتم يعني هنخدم عملائنا وشركاتنا والمنتجات اللي هنشتغل معاها بشكل ان شاء الله باذن الله نوصل ان شاء الله. والخطط المسابقه في العروض دي احنا اهم حاجه ان احنا نخلص عرض ايس ايج ويطلع باعلى جوده واعلى نجاح واعلى يعني وعد احنا وعدناه للناس كلها. وبعد كده هنفكر بقى ان احنا النهارده عايزين ننجح المشروع ده ان شاء الله، وعايزين الناس كلها تحضر عشان يساعدونا في الموضوع ده.